للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ ثامر العلواني. أستاذ ثامر، بداية مرحبا بكم. أصدرتم بيانا بشأن إغلاق السلطات الموريتانية مركز تكوين العلماء في العاصمة نواكشوط، لو تعرفنا أكثر على هذا المركز وعلى أهميته أيضا. حياكم الله أخي الكريم، أهلا بكم. أولا المركز هو صرح علمي يختص بتدريس الطلاب العلوم الشرعية، ويجمعون بين المنهج العلمي القديم والمعاصر. يمتاز أيضا المركز بتجديد فهم العلوم الشرعية وشرحها وتبيانها على ما يتناسب مع واقعنا المعاصر. فالأهمية تأتي من أن المركز علمي ودعوي يثقف الناس لمعرفة دينهم والأحكام الشرعية، وهو مؤسسة علمية مرموقة يهتم بإعداد العلماء بتحفيظهم القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية وأهم مراجع فيها مثل كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأيضا يهتم بحفظ المتون الشرعية المهمة. فمركز تكوين العلماء هو أحد الوجوه المشرقة لموريتانيا التي تقوم بالدور التربوي والتعليمي المهم في الوقت الراهن. والأهمية الأخرى أن هذا الإجراء يهدد مستقبل المئات من الطلاب، وهم من خيرة الشباب الذين يأمل منهم أو يؤمل منهم أن يكونوا نافعين للأمة جميعا. إذا كان المركز ينتهج المنهج الوسطي المعتدل، فلماذا إذن يتم إغلاقه؟ لا شك في التزام المركز بالمنهج الوسطي المعتدل في المفهوم الإسلامي المنضبط، لأنه يرتكز على قواعد رصينة علمية تدرس المؤلفات الأصيلة كما بينت سابقا. ولكن بحسب المعلومات المتوصل إليها، القضية وأساس المشكلة هي في حقيقتها سياسية، وخلاف سياسي ذهب ضحيته مركز تكوين العلماء. وإن استمر الحال على ما هو عليه فأظن أن الأمر سيتطور إلى مراكز وجمعيات أخرى رصينة في موريتانيا. والمشكلة الأساس هي مع التيار الإسلامي وبعض الأحزاب التي لديها جمهور من التيار الإسلامي دائما تستهدف باستهدافات غير مبررة. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الإجراء ربما يعني يأتي ضمن المساعي الأمريكية للتضييق وملاحقة الاعتدال وفرض منهج بعينه هذا المنهج تريده واشنطن؟ لا شك أن أمريكا أصبحت متسلطة في العالم العربي خصوصا والعالم الإسلامي، وأمريكا منذ زمن تخطط لوأدي الحركات الإسلامية المعتدلة والهيئات والجمعيات المعتدلة الوطنية والعلمية والشرعية منها. وللأسف استخدمت أمريكا الحكومات الإسلامية والعربية لخلق صراع داخلي بين الجماعات الإسلامية المعتدلة والدولة. وللأسف انجر بعض القيادات السياسية لبعض الدول للمخطط الأمريكي، فأضعفها داخليا وخارجيا، لأنه سبب لها تشتيت جهودها في الدفاع عن هذه الدول وخلق أزمة داخلية داخل الدول بين الشعوب وبين الحكومات. والمستفيد الوحيد هو العدو الخارجي، لأن توسع العدو سواء الأمريكي سواء توسع إيران سواء توسع الكيان الصهيوني أصبح واضح وغير مبرر، لأن كل هذا التوسع هو بسبب خلق هذه الخلافات داخل الدولة الواحدة. فنرى أن العراق انجر تحت سيطرة إيران، اليمن أيضا تحت سيطرة إيران، سوريا ولبنان تقريبا تحت سيطرة إيران. فهذا كله بسبب عدم تصالح الدول مع شعوبها حقيقيا وخلق مشروع يتفق عليه الجميع. ولذلك فالأمة ستعاني بسبب هذا الضعف وهذا الشتات وهذا الخلاف والصراعات الداخلية. فيما يخص العراق تحديدا، يعني ما أثر التحرك الأمريكي لفرض منهج بعينه على العراق؟ حقيقة نحن في العراق رأينا ماذا فعلت أمريكا بعد الاحتلال الأمريكي، وأنها فرضت مشروعا طائفيا أساسه الصراع الطائفي والعرقي في البلد. فأصبحنا نفقد اسم الدولة العراقية، أصبحنا لا نرى مقومات الدولة، لا توجد لدينا أسس الدولة الحقيقية التي يعتمد عليها. الدولة الآن هي دولة طائفية موالية ولاء تاما لإيران، تستطيع الأمريكان والإيرانيين هم
من يأتون بالقادة السياسيين وهم من ينصبون الحكومات وهم من ينصبون رئيس البرلمان وهم من ينصبون رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. فليس هناك خيار للشعب العراقي في اختيار ما يراه مناسبا لقيادة هذا البلد، وإنما هو سيطرة تامة واحتلال تام للأمريكان والإيرانيين في العراق. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ ثامر العلواني عضو هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.